النهارده بنطالب بالحريه لكريم سمير. ده اخويا ممسوك بقاله 45 يوم واتمسك في كمين المظلات وهو مع مروح، وبيقولوا ان هو اخوان. فازاي وهو اساسا نزل 30/6 ومضى على حمل التمرد، وكان شغال في حمل التمرد اساسا. فتحريات امن الدوله بتقول ال 40 يوم بتوع رابعه هو هناك، وهو اساسا ما كانش ولا يوم هناك، كان معاه في المستشفى. انا كنت عيان، كان معايا 10 ايام في المستشفى من احداث رابعه، وكان في مائده شهداء في محمد محمود في يوسف الجندي. دي مائده شهداء كنا عاملين، كان معانا كل يوم. ازاي هو يا اخوان؟ بالنسبه عن كل المعتقلين، احمد ايمن كان بالنسبه لاحمد ايمن بقى له معتقل اكتر من 3 شهور. كل مره بيتجدد له. احمد واخد متهم في قضيه حيازه اسلحه متفجرات، معتقل نيابي 30/6. هو شخص عنده 19 سنه، طالب في نظم معلومات اكاديميه طيبه. جدد له فتره الجلسه اللي فاتت ديت، جدد له 45 يوم. الجلسه الجايه ان شاء الله 21/10، اتمنى ان هو يخرج.